أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعود لاستكمال متابعتنا وتغطيتنا للتطورات والمستجدات الأخيرة. ويسرنا الآن أن نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور يوسف هزيمي. دكتور يوسف، أهلا وسهلا فيك على شاشة تلفزيون لبنان. تطورات متسارعة ومتلاحقة، لكن كلام لافت للسيد حسن نصر الله، تحدى نتنياهو بأنه لن يستطيع من إعادة مستوطنيه، قال بأن معركة الإسناد لن تتوقف، وحذر من أي توغل بري. كيف قرأ كلام السيد نصر الله دكتور يوسف؟ أحييك أولا وأشكرك على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا فيك. واسمح لي أن أتوجه بالتعزية إلى ذوي الشهداء الذين ارتقوا أمس وأول أمس، وأدعو الله تعالى بالشفاء للجرحى، وأتوجه بالتعزية إلى المجتمع اللبناني بشكل عام، و في مجال آخر أيضا يعني أحيي جهود، أثني على جهود الحكومة اللبنانية كاملة. وتاليا إذا أردنا أن نغوص مباشرة في الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عصر هذا اليوم، أنا يمكن أن أختصره بعناوين ثلاثة. العنوان الأول الرباطة الجأش والقوة، العنوان الثاني هو الصدق، العنوان الثالث هو الوضوح المجبول إذا شئت بالغموض، وسأتحدث عن هذا الأمر بالذات. السيد نصر الله كان واضحا أنه أشار أن الهدف الرئيسي لما قام به الإسرائيلي يوم الثلاثاء والأربعاء أول أمس هو الضغط على المقاومة في لبنان كي تفك حلفها عن المقاومة في غزة، بمعنى آخر الضغط على لبنان كي يوقف جبهة الإسناد لغزة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تأثير هذه الجبهة، جبهة الإسناد التي برأيي أنا لم تعد مجرد إسناد، يعني كانت إسناد في الشهور القليلة الأولى أو الأسابيع، ولكنها منذ أكثر من شهور سبعة تحولت إلى يعني صارت المقاومة في جنوب لبنان هي جزء من هذه المعركة التي تدور في غزة. على كل، الإسرائيلي كان يهدف إلى فصل هذه الجبهة، وإذا شئت أكثر كان يهدف إلى إيقاف هذه الجبهة. والدليل أن السيد نصر الله أشار في كلماته أنه بعد العدوان الأول نهار الثلاثاء الذي هو برأيي كان الأكبر يعني والأقصى، تلقت المقاومة قيادة المقاومة رسائل مفادها أنه ما حصل، طبعا وهذا يؤكد أن الإسرائيلي وراءه، أن ما حصل هو أن أوقفوا إسنادكم لغزة وينتهي كل شيء. فكان رد الأمين العام لحزب الله واضحا وحادا، ولكن كما لاحظنا أخرجه بطريقة وبأسلوب على غير عادته، هادئ، ولكنه كان يحمل منطقا قوية ورسالة قوية أعتقد أنها وصلت إلى الإسرائيلي الذي خابت ظنونه وتاليا لم يستطع أن يحقق أهدافه التي أضافها إلى الأهداف في غزة. يعني لا ننسى أنه هو رفع أهداف في غزة، هو يحدث قائمة أهداف الحرب وحدد هذا الهدف الرابع اللي هو أن تفك المقاومة في لبنان حلفها أو إسنادها لغزة. فهذا يجرني إلى القول، أكيد ستسألني إلى أين ذاهب الأمور، أنا أستبعد يعني أن يلجأ الإسرائيلي إلى حرب. و لدينا ما نقول، خلينا نبقى بخطاب سيد حسن. وقلت أنه اكتنفه الغموض نوعا ما، الوضوح والغموض، نعم، كيف من أي ناحية؟ الوضوح أنه كان واضحا أكيد، بس أن الغموض أن المقاومة سترت. ولكن السيد على غير عادته في الخطاب كان مقتضبا جدا، بعيدا كل البعد عن الإسهاب، بعيدا كل البعد عن التفصيل، بعيدا كل البعد عن الشرح، لم يتحدث بكلمة واحدة عن طبيعة هذا الرد. دكتور ليش؟ مع أنه أنا أقول لك حجم الاعتداء الإسرائيلي كبير أنا أقول جدا، أنا أقول والبعض توقع أنا أقول أن يصعد السيد في خطاب. ما حدث نهار الثلاثاء وما تلاه نهار الأربعاء هو حدث غير مسبوق
ليس بما نتج عنه من أعداد الشهداء أو أعداد الجرحى الكبير، طبيعة هذا الحدث لم تتعرض له المقاومة قط، ولم يتعرض له لبنان قط، بل لم يعني تستخدمه هذه المسمات إسرائيل مع أي من محور المقاومة، أي من أعدائها منذ قيامها. يعني ما حدث هو أصلا غير مسبوق عالميا. لا، أنا أتحدث ماهيته ذو صحيح. طابع ليس يعني إذا قلنا السبراني، ولكن يحمل طابعا أمنيا. وعليه السيد نصر الله يريد أن يقول بأن ردنا الآتي، ولا أعلم متى سيأتي هذا الرد، لأنه حتى هذا الأمر السيد نصر الله لم يمط اللثام عنه، لم يكشف أي شيء في هذا المجال. صحيح. يريد أن يقول حتى في دائرتنا الضيقة لا تعلم ماذا سيكون الرد. أنا في تصوري أن المقاومة في اليوم الثاني، حتى يعني أقول لك في اليوم الثالث، يعني قبل خطاب السيد، أنها اتخذت قرار وحددت ما هو طبيعة الرد، ولكن في الإطار الضيق. وكما قال السيد نصر الله، يعني لا تسمعوا ستروا الرد. دكتور يوسف، يعني إذا كان اعتداء الثلاثاء مفاجئ، فألم يكن مفترض من حزب الله أن يكون متنبها من احتمال عدوان على أجهزة اللاسلكي؟ يعني ألم يكن يمكن تجنب اعتداء الأربعاء؟ عدوان أمس. صحيح. سؤالك بمحله يعني، بس دعني أقول لك أن العدوان الذي تعرض له لبنان، أقول لبنان، انتبه. صحيح. لا لا، لأن الموضوع العدوان الآخر يختلف. البيجر يختلف. البيجرز الذي تحدث نهار الثلاثاء استهدف الإسرائيلي أجهزة البيجر، وطبيعة الاستهداف يعني بدت شبه معروفة، حتى السيد أشار في خطابه يعني وكأنه يريد أن يقول أن هذه الأجهزة وصلت إلى لبنان مفخخة. أنا يعني طبعا لا أنسى يعني أقرأ في السياسة، لكن ما حدث في الأمس يعني في اليوم التالي هو مختلف تماما. ما حدث هو تعرض أجهزة لاسلكية لا يستخدمها يعني دعني أقول يعني المحسوبين على المقاومة من ناحية التنظيمية يعني. يعني كلنا يعلم أن جهاز هذا اللاسلكي يستخدمه مدنيون. صح. ومن خارج إذا شئت بيئة المقاومة. بس هو أجهزة اللاسلكي ما كانت كمان أيضا مفخخة، أجوا من الخارج واسعة مضروبة، ما فينا نقول هيك. حتى الآن يبدو أن ما تعرضت له أجهزة اللاسلكي عملية سبرانية، يبدو هكذا يعني هجوم إلكتروني، يبدو مختلف. أو الدليل أنه ما يعني لم يستهدفوا كل هذه الأجهزة، بخلاف المحدثة للبيجرز النهار الثلاثاء استهدفت كل الأجهزة، أما أجهزة اللاسلكي فلاحظنا نحن لم تستهدف كل الأجهزة، وإن كانت يعني الأجهزة التي استهدفت يعني محسوبة بالإطار الواسع على بيئة المقاومة، ولكنها استهدفت مدنيين كثر يعملون في الدفاع المدني، يعملون في المجال الصحي، يعملون يعني في بلديات ربما، لا أعرف، لأنه هذا كما نعلم يعني هو جهاز مدني، ربما أحدهم يعني محلا خلويا يستعمل هذا الجهاز، ربما منظم شرطة سير في بلدية ما يستعمل هذا الجهاز. فطبعا يعني أنا معك أنه ربما كان يعني عليهم التحذير، ورغم أنهم حذروا، ولكن عندما أقول لك أنهم يعني ليسوا محسوبين تنظيميا على بيئة المقاومة، يعني لا نستطيع هنا أن نحمل المسؤولية أو نوكب اللائمة على المقاومة أو لقيادة المقاومة. رغم أنه حتى أيضا الأجهزة الحكومة يعني حذرت، يعني حتى وزارة الصحة كان بيان ومشكورة في هذا المجال تحذير. دكتور يوسف، ماذا يريد العدو من خلال هذه الاعتداءات؟ هل هو يريد استدراج حزب الله إلى الحرب الكبرى؟ هل هو يريد الانتقام لخسائره في الشمال؟ ما الهدف الرئيسي من عملية العدو الأخيرة؟ شوف، أنا لست مع القائلين، لست من يعني يؤمن بالسردية التي تقول إن الإسرائيلي يريد أن يشعل حربا شاملة. أما لماذا لجأ الإسرائيلي إلى هذا العمل؟ بكل بساطة، الإسرائيلي مأزوم، وهذا يشي إلى ما؟ إلى أن جبهة جنوب لبنان
توجع الإسرائيلي، وهو لو كان يريد أن يذهب بحرب شاملة لا يمكن أن ينتظر حوالي سنة ليقوم بهذا العمل. الإسرائيلي لأنه مأزوم وصورته سقطت بالداخل قبل الخارج، يعني أقصد بالداخل عند مستوطنيه، يعني الشارع الصهيوني لاحظنا منذ أيام عديدة أقل من أسبوع عندما ضربت حركة أنصار الله اليمنيون الصاروخ الشهير المسمى صاروخ فلسطين 2 وسقط في قلب تل أبيب على بعد بضعة كيلومترات من مطار بن غوريون وعلى بعد مترات أمطار محددة من محطة القطار، رأينا الصهاينة كلهم نزلوا إلى الملاجئ. الصهاينة يعني لا يثقون عسكريا بقيادتهم العسكرية ولا يثقون بما يردده الإسرائيلي. الإسرائيليون الصهاينة يعني هم يعانون من أزمة، هذه الأزمة تنعكس خوفا ورعبا، ولهذا نرى أن كثيرا من الصهاينة، أنا لا أتي بجديد، هذه وقائع نشرت، اشتروا أو حجزوا أو استأجروا وربما اشتروا بيوتا في قبرص واليونان وغيره. منذ متى كنت ترى أنت هذا الصهيوني أو هذه الدولة المسماة إسرائيل القائمة على حركة الهجرة، يعني هجرة اليهود إليها اليوم هجرة معاكسة؟ الإسرائيلي أنا برأيي يريد أن يعني يوصل رسالة لشارعه لمستوطنيه أنه أنا ما زالت يدي الطولة، وأنا أعترف يعني أنه نجح في هذه، وكما قال السيد في خطابه نعم الإسرائيلي نجح، ولكن أؤكد لك أن مفاعيل هذه الضربة، مفعيل هذا النجاح، مفعيل هذا النصر، بين مزدوجين أضع كلمة النصر، أنا برأيي انتهت مع انتهاء كلمة السيد نصر الله. وراقب الآن وغدا والأيام القادمة سترى المعلقين السياسيين الإسرائيليين وهم بدأوا حطلا بعد الضربة مباشرة، لأنه أنتم ماذا حقق الإسرائيلي؟ أنت كنت تقول يا نتنياهو أنا عملت هذه الضربة أحد أسبابها أريد أن أعيد المستوطنين إلى الشمال، هل أعدت المستوطنين إلى الشمال؟ أنا أريد أن أفك ارتباط الجبهة جبهة المقاومة في جنوب لبنان مع جبهة غزة، هل استطعت؟ كان جواب السيد نصر الله حاسما وحازما وواضحا وقويا، ولكنه جاء يعني بأسلوب هادئ. هذا ما أود أن أقوله في موضوع الغموض والوضوح. دكتور يوسف، يعني بعد العدوان الإسرائيلي هناك تصعيد ميدان، الآن هناك حوالي 36 غارة على منطقة المحمودية ومرتفعات الريحان، هل دخلنا مرحلة جديدة في الصراع في هذه الجبهة؟ أنا لم أقل لك، أنا صحيح أن قلت لك أنني حتى الآن أنا أستبعد الحرب بالمعنى التقليدي، الحرب الشاملة واسعة، يعني إذا شئت اللبنانيون، أنا أعرف ما هاجز اللبنانيون، هاجز اللبنانيين، اللبنانيون عندما تقول حرب يعودون بالذاكرة إلى حرب تموز 2006، نعم. قصف الضار، أو ينتقلون مباشرة إلى ما يجري في غزة، مظبوط، وأنا أتفهم، وأنا من هؤلاء الذين، وأنا لبناني يعني من هذا، وكل النفس الإنسانية تحب السلام، لا أحد يريد الحرب. وأنا أجزم لك أن المقاومة منذ اليوم الأول لانخراطها في هذه الجبهة، في اليوم الثامن من شهر تشرين الأول المنصرم شهر أكتوبر، لم تقل إنني أريد أن أشعل حربا، وحتى الآن أنا استمعت وحضرتك استمعت إلى خطاب السيد نصر الله، ليس في خطابي ولا في خطاباته السابقة ولا في الخطاب السياسي لحزب الله ولا للمقاومة ما يشي أنهم يريدون إشعال حرب. طبعا هذا يعني أنهم لا يريدون إشعال حرب، أنهم يعني إذا هجمت إسرائيل يقول أهلا وسهلا، هم يدهم على الزناد جاهزون، ولكن سأكون صريح معك، تفضل، المقاومة في لبنان لن تذهب هي بنفسها إلى حرب، سيحملها اللبنانيون، وأنا يعني عذرا نحن أنا سأقول بأنه هذا النسيج اللبناني هو متنوع، يعني صحيح متنوع في كل شيء، وحتى في الرؤى السياسية وليس في الرؤى الفلسفية، ولا يعني مشارب روحية، مشارب حزبية، مشارب فكرية، حتى لهم آراء شتى، نعم علينا أن نعترف هناك قسم من اللبنانيين ولو كان ضئيلا هو معارض أصلا لهذه الجبهة،
وقسم من اللبنانيين أصلا لا يريدوا حربا مع الكيان الصهيوني، وسيقول وجهز وهو يقول منذ اليوم الأول من 28 بأن المقاومة تريد أن تدمر لبنان. وبالمفارقة هم أنفسهم كانوا يقولوا ماذا تفعل المقاومة، يعني تحاول أن تقنص أو تطلق النار على بعض الأعمدة، يسخرون. حتى إذا ذهبت المقاومة بعيدا يقولون لا نريد حربا. المقاومة أؤكد لك لا تريد أن تكون هي السبب في أن تذهب إلى هذا الحرب. لذلك لاحظ رد المقاومة دائما على أي تصعيد من جانب الإسرائيلي، الإسرائيلي هو الذي يصعد. صحيح. المقاومة عندما فتحت الجبهة حددت، يا لاحظ راجع ثلاثة كيلومترات، من خرق قواعد الاشتباك، من جعلها تتجاوز عشرات الكيلومترات، من قصف العمق اللبناني. يعني انتبه في هذا، بالمناسبة هذا التصعيد الذي تتحدث عنه الآن 3 مرات غارة بالمحمودية على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع فلسطين، بينما الإسرائيل لجأ إلى التصعيد في العمق منذ 7 أشهر عندما قصف الطريق الساحلي بين صيدا وبيروت، وعندما قصف أيضا صيدا أكثر من مرة، ووصل في أواخر تموز وقبل حوالي 17 استهدف الضاحية عندما اغتال القائد في حركة حماس صالح العارور، ومنذ شهر ونصف أو شهر وعشرين يوم عندما اغتال القائد في المقاومة الشهيد فؤاد شكر. الإسرائيلي نعم يحاول أن يصعد، ولكن المقاومة هي في طور الدفاع. المقاومة ردودها حكيمة، ردودها حكيمة لا يعني أنها يعني تتساهل. الرد التي دائما تحاول المقاومة أن ترد ولكن بشكل لا يتعرض للمدنيين، وهذا يسجل المقاومة التي تتعامل بإنسانية عالية. لكن سمعت من يقول دكتور يوسف أن عدم لجوء حزب الله إلى رد القاسي يساهم في تمادي العدو في اعتداءاته وخرقه لقواعد الاشتباك. كيف من قال لك أن الرد الحكيم والمدروس هو رد غير قاسي؟ يعني في ما أسمته المقاومة عملية 40 ردا على اغتيال القائد، البعض يراها رد غير متناسب. كيف هذا البعض الذي يراها ردا غير متناسب؟ هو قال هذا الكلام قبل أن ترد المقاومة. قال وهم أنفسهم كانوا يقولون أرجوك يا مقاومة، حاول بسط الأمور، لا تردي، وهم كانوا يتمنون على المقاومة أن ترد. وإذا ردت ماذا فعلت؟ طب هو الإسرائيلي اعترف ونقلتها شبكة الميادين عن مصادر إعلامية صهيونية بأن الضربة في عملية 40 سقط في اعترافات أولية 22 بين ضابط وجندي. أنا تبعيدا اليوم صباحا المقاومة قالت قصفنا وسقط جنود، عدد لا بأس به من الجنود والضباط قتلى وهذا الإعلام، يعني للأسف حتى في لبنان علينا أن نعترف، يعني في بعض هناك إعلاما لا يتبنى إلا يعني لا أقول السردية الإسرائيلية، يعني خطابه دائما تهويني توهيني وتبخيص، يعني إذا جاز لي أن أقول. فإذا رأينا يعني قبل أن آتي إلى الاستديو من حوالي ساعة الجيش الاحتلال جيش الصهيوني اعترف هو بمقتل قائد سرية، قائد سرية. صحيح. قائد سرية لا يقول هو جندي، قائد سرية يعني على الأقل هو ضابط بنقيب أو رائد. طيب إذا كان الإسرائيلي يقول هذه عملية بسيطة فعلتها المقاومة، من قال لك إن الرد إذا كان مدروسا وإذا كان حكيما وإذا كان متأنيا هو يكون؟ هل تريد أنا يعني بعضهم يريد المقاومة إذا الإسرائيلي تقصف مدنيين، لماذا لم تقصف تقصف المقاومة المدنيين؟ المقاومة تعبر عن اللجنة، لماذا لا نقرأ الأمور من هذه الزاوية؟ أنا أقرأها من زاوية، أنظر إليها من زاوية أن المقاومة في قمة الإنسانية. أصلا هي عفوا مجرد انخراط المقاومة في جبهة إسناد غزة عبرت عن إنسانيتها، هي لم تقم بهذه الجبهة بجبهة الإسناد لا بدافع قومي ولا بدافع ديني ولا بدافع أنهم جيراننا، هي هبت إلى نصرة هذه ما يحدث في غزة، لأن هي لها تجربة مع العدو الصهيوني من اليوم الأول. استشرفت المقاومة في لبنان أن الصهيوني ذاهب إلى التدمير فحاولت أن تفعل شيء في هذا المجال. بالعودة إلى التصعيد الميداني، هل تعتقد أن التصعيد الإسرائيلي الآن هو بسبب أنه يريد أن يمهد لتوغل بري؟ هل تتوقع أن يقدم العدو على أي توغل بري نحو الجنوب اللبناني؟ أنا أعتقد هناك سببان يمنعان الإسرائيلي حتى الآن، أنا لا أنفي ماذا يجري في المستقبل، أنا دائما أحلل سياسة بناء على المعطيات.
هناك سببان. السبب الأول أن الإسرائيلي هو الآن غير مهيئ للقيام بعملية برية. أتحدث عن العملية برية. أنا أعطيتك مثال الصاروخ الذي سقط من اليمن على الكيان الصهيوني وأحدث ما أحدث، لا أتحدث فقط عن أثاره المادية ماذا أحدث من دمار أو قتلى في الجانب الإسرائيلي، أنا أتحدث ماذا أحدث على الصعيد النفسي عند الصهاينة. ألا تعلم المؤسسة العسكرية أن نظير هذا الصاروخ تمتلكه المقاومة بالعشرات وبالمئات، ونظير نظيره أيضا بالألاف؟ المؤسسة العسكرية الصهيونية هي التي ترفع يوميا تقارير إلى نتنياهو بأنه إذا دخلنا نحن في حرب في حرب بالمعنى الكلاسيكي أو التقليدي للكلمة، ستتساقط علينا يوميا ما لا يقل عن 1000 إلى 2000 وربما 3000 صاروخ. أنا لا يعني أخفف، طبعا سنتعرض نحن إلى دمار. الإسرائيلي يقرأ الأمور جيدا، وهل إذا ذهب إلى حرب برية من خلالها ستكون مضمونة؟ هو طرح أهداف ثلاثة في غزة كلها باتت معروفة، أنه سحق حماس والسيطرة على قطاع غزة واستعارة الأسرى، فشل فيها. فالآن طرح هدف بلبنان، أريد أن أعيد الأسرى وأبعد المقاومة 8 كيلومتر. فهو إذا ذهب في هذه الحرب وهدفان لم يحققهما، يعني أضاف هدفان إلى الأهداف، كيف ستكون صورة هذا؟ هل المقاومة دعني هناك سبب ثاني، سألتني قلت لك سببا. السبب الثاني أنا لا أتصور أن الإسرائيلي يمكن أن يلجأ بمفرده دون إذن من راعيه ومربيه. رح نحكي عن الموقف الأمريكي، لكن موقف المقاومة، هل حزب الله ينتظر هذا التوغل البري برأيك؟ هل هو يتحضر له؟ يعني شو كيف حيرد حزب الله إذا أي توغل بري محتمل؟ أنا صريح معك، المقاومة في لبنان لا تريد أن تكون السبب في البدء في هذه المعركة، أنا واضح معك. لكن إذا أقدم العدو على توغل بري، يعني أنت معنى الكلام، إذا قلنا إن المقاومة لا تريد أن تذهب إلى الحرب بالمعنى صار معروف، ليس معنى ذلك أن المقاومة ستقف مكتوفة الأيدي. يعني إذا الإسرائيلي لجأ هو إلى الحرب بكل ما للمعنى، حرب بكل ما للكلمة من معنى، المقاومة يعني كما نقول لا حول ولا قوة، يعني بالنهاية ليس صار هذا قدرها. وأعتقد أن المقاومة لا تريد أن تخسر دعم المجتمع اللبناني. ما حدث اليوم، يعني اليوم وبالأمس، من تكاتف وتعاطف وتعاضد من شرائح المجتمع اللبناني بكل فئاته، ربما يعني هناك فئات محدودة جدا، أفراد يعني عبروا عن بعض للأسف يعني بعض الشماتة، هذا لا يعبر عن رأي أي عائلة روحية في لبنان على الإطلاق، إنما هؤلاء يمثلون أنفسهم. المقاومة هي تريد، إذا دافعت أنا أعتقد أنها ستحظى بتأييد الفرقاء السياسيون كافة إذا كانت في موقع الدفاع، لكنها لا تذهب. أنا أتصور يعني الخبر الذي قلته، لأنه هناك 4 غارات مكثفة الآن على الجنوب، على الجنوب مرتفعات الريحان، يعني بين جنوب وشمال خط الليطان، يعني نهر الليطان، أنا أندرج يعني أرى تندرج أكثر من 50 غارة صار. نعم، في إطار التصعيد الذي هو يعني طبعا إذا الأمور بقيت على هذه الحالة، أنا أعتقد أن الإسرائيلي إذا وجد أن الدعم الأمريكي ربما سينتقل إلى مرحلة أكبر، ولكن هي ستكون يعني أعطيك مثال استشهد بحرب تموز، هي ستكون أكبر مما يحصل الآن ولكن دون ما حصل في حرب تموز. أعتقد هذه المرحلة قد نصل إليها ولكن ليس الآن. نعم، يعني تتحدث عن موقف أمريكا، برأيك هل أخذت إسرائيل الضوء الأخضر من أمريكا للقيام باعتداءاتها، للقيام بالتصعيد الأخير؟ شو الموقف الأمريكاني دكتور يوسف بحسب تحليلك؟ ما حدث باليومين الماضيين صحيح، شوف حدث بهذا، يعني حدث بهذه الخطورة، طبعا الإسرائيلي عندما أقدم عليه كان ينتظر ويتوقع 5000 إصابة، يعني عدد ضخم، كان هو يتوقع وليس فقط ينوي، وطبعا ينوي يتوقع أن تنتج عنها
وخاصة يوم الثلاثاء ما لا يقل عن 3000 ضحية، 3000 شهيد. أمر بهذا الحجم وبهذه الخطورة، أنا أستبعد نهائيا أن لا يكون الصهيوني قد نسق مع الأمريكي من جهة، ومن جهة أخرى تقنية، حط لي خطين تحت تقنية، ما أصلا حتى الإسرائيلي حتى وصل إلى ما وصل إليه من تحقيق هذا العمل من خلال هذه الأجهزة، أجهزة البيجرس هذه، كيف وصل، كيف فخخت يعني الإسرائيلي عن طريق عملاء له بالنهاية، سواء في الشركة التي صنعت أو الشركة المساعدة الأوروبية الهنغارية أو عملاء، يعني لا أريد أن أتوسع أكثر، ربما نشهد في القادم من أيام يعني بعد التحقيقات معلومات تصدر من اللبنانيين، يعني لا أريد أن أستبق، نعم قد نشهد يعني بعض المعطيات تصدم كثير من اللبناني. الصهيوني ليس وحده، من الصهيوني بالنهاية هو الذي نفذ، ولكن أنا أعتقد عمل بهذا الحجم. من عم تتهم دكتور يوسف؟ لا أتهم أحد، لا أتهم أحد، ولكن أنا أقرأ في السياسة، لا يمكن للإسرائيلي وحده، معه الأمريكي، معه عملاء في من الشركة من تايوان، والتي ألقت هي باللائمة على الشركة شريكة بالشركة المجرية. أعتقد أنا خلينا بموقف الأمريكي، عمل بهذا الحجم لا أعتقد أن الأمريكي بمنع عنه، بل الأمريكي هو المهندس رقم أول، رقم واحد يعني لهذه الأجهزة. دكتور يوسف أنت يعني قبل أن أنسى، كل هذه التقنية هي أمريكية وضعها بيد الإسرائيلي، وتقول لي الأمريكي لا يعلم؟ دكتور يوسف أنت تستبعد الحرب حتى الآن الشاملة، لكن قد تكون موضوعة، قد تحصل. برأيك هل الحرب الشاملة بين حزب الله والعدو الإسرائيلي ستبقى بين هذين الجانبين، أم أنها ستمتد لتصبح حربا إقليمية كبيرة؟ تقول لي إنني أستبعد الحرب الشاملة، نعم، لكن انت هي خيار مطروح في السياسة، ليس هناك شيء ثابت، صحيح، وخاصة اليوم أن الميدان هو الذي يتحكم، صح، يعني قد نستيقظ غدا على عملية واسعة جدا قام بها الإسرائيل. أنا سأعيد بناء على التحليل، بناء على أنه هل مثلا العملية البيجرس هذه ماذا لو أدت وحققت أهدافها ونذج عنها، يعني ربما أو قرب كان احتمال أن يعني نشط تصعيد أكبر بكثير مما لما السيد حسن قال أنه حتى العدو كان ينوي أن يقتل جميع أصحاب البيجرز وأصحاب الأجهزة. هو شوف لو أنه عم بقول عن نية العدو الصهيوني، هو كان يعني يتوقع يظن أن استخدام أجهزة البيجرز هذه يعني يستخدمها الصف الأول، قيادات الصف الأول. أنا أؤكد لك هذه الأجهزة لم تكن لا عند الصف الأول ولا عند الصف الثاني ولا عند الصف الثالث ولا عند الصف الرابع، كان يستخدمها عناصر من حزب الله ليسوا في مواقع قيادية على الإطلاق. ولهذا السبب قال السيد نصر الله، وأنا وصفت خطابه، قلت لك أحد أصيبه بالصدق كان واضح عندما قال نحن لم تتعرض بنية البيئة وبنية المقاومة العسكرية إلى أي شيء، يعني هذا الستراكتور تاع المقاومة بقي كما هو. ما بدي أسألك عن نظام السيطرة والتحكم بالحزب، مدى تضرره وتأثره لم يتضرر من خلال هذه على الإطلاق، المقاومة بقيت لأن وسائل الإعلام حتى أجنبية عم تحدث أنه حزب الله تأثر كثيرا وفقد أنظمة اتصال يعتمد عليها. يا حبيبي يا أستاذ ربعي، هل أنت تعتقد أستاذ لؤي، هل أنت تعتقد أن المقاومة هذه المتمرسة في الحرب مع إسرائيل منذ 40 سنة تعتمد على هذه الأجهزة؟ كلنا يعلم نظام الاتصالات للمقاومة ليس هذا هو نظام الاتصالات. إذا عندما تبدأ حرب، عندما تنشط حرب بكل ما الكلمة من حرب، ليس هذا هو. شاهدنا نحن منذ أكثر من شهر على ما أعتقد أو شهرين، نسيت بالضبط، شهر ما أسمته المقاومة عملية أو فيديو بعنوان عماد 4، صح، شاهدنا أجهزة الاتصالات عندهم كيف هي، أجهزة الاتصالات داخلية لا تحتمد لا على نظام البيجرز ولا هذه. وبالمناسبة هذه الأجهزة اللاسلكية يسهل يعني اختراقها. هذه المقاومة لم تتعرض إلى أي شيء. نعم كان الحدث كبيرا قاسيا في أنه أصيب هذا العدد الكبير من الجرحى وعشرات الشهداء، هذا ولم يكن مسبوقا على الإطلاق. نعم حدث كبير وخطير وضربة حقق فيها الإسرائيلي هدفا في مرمى المقاومة، لم يقل أحد غير ذلك. دكتور يوسف، بالعودة إلى الحرب، سألتك عن مدى قدرتها على تحولها إلى حرب إقليمية،
شو رأيك في الكلام؟ أنه هل يمكن أن تدخل إيران إلى جانب حزب الله والولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل؟ هذا أحد الأسباب الذي يدعني أقول لك أن الأمريكي حتى الآن لم ولن يعطي الضوء الأخضر لكي يشعل الإسرائيلي هذا النوع من الحرب، لأنه إذا كان الإسرائيلي يظن أنه سيكرر حرب تموز هو مخطئ. هذه المرة الوضع مختلف تماماً، ما يجري في غزة مختلف تماماً. لاحظ أنت أنه سنة لم يستطع أن يحقق شيئاً في غزة، إذا ذهب الإسرائيلي إلى حرب سيخف الضغط على غزة، ستستجمع المقاومة وهي استجمعت قواها في غزة أكثر بكثير، سيتحرك محور المقاومة، ستحرك جبهة اليمن، ستتحرك المقاومة في العراق، الجبهة في الجولان ستتحرك. يعني نحن أمام مشهد مختلف تماماً، حينئذ المقاومة ستكون في حل في لبنان، ستكون في حل من أمرها، وكما قال السيد نصر الله يعني سنقاتل بلا ضوابط. لكن بديش أطشك، لكن البعض يتساءل عن فعالية وقدرة هذه الجبهات في دعم المقاومة، أنه مثلا بيقول لك شو قادر المقاومة العراقية مثلا تخدم أو تفيد حزب الله في أي مواجهة مقبلة مع العدو الإسرائيلي. أنا معك، أولا الذي سيوجع إسرائيل هو المقاومة في لبنان، ولكن أعطيتك مثال أنا صاروخ واحد سقط من اليمن فعلاً فعل. طيب وأنت تنسى إذا دخلنا هذه الحرب هل الأمريكي سيقوم بمنع عنها؟ طيب عندك مضيقان رئيسيان اليوم يتحكم فيه محور المقاومة، مضيق هرمز ومضيق باب المندب. ميناء الحديدة يشرف على مضيق باب المندب، من يسيطر عليه؟ الحوثيون. يعني اليوم يعني عم تلمح في أي حرب مقبلة فأن هذين سيتم إقفال المطارات. طبعاً أنت إذا أنت اليوم جبهة إسناد في غزة، اليمني لم يهدأ، دلني هل هدأ اليمنيون يوماً واحداً؟ بالتأكيد، والإيرانيون سيقفلون مضيق هرمز. ليت مصر يعني تذكروا أقفل باب قناة السويس، لاحظ يعني. واليمنيون سيقفلون مضيق باب المندب، يعني لو أمامنا خريطة الله مضيق باب المندب، يعني القوافل أو السفن الآتية من المحيط الهندي ستدخل تعبر إلى قناة السويس، ستمر قبل مضيق باب المندب لتصل إلى البحر الأحمر إلى قناة السويس وتعبر إلى البحر المتوسط ومنها إلى أوروبا، ليس كذلك؟ ومن أوروبا إلى المحيط إلى الولايات المتحدة وإلى الغرب الأمريكي. وفي المقابل السفن أو البواخر الآتية من الشرق، من الشرق الأدنى والشرق الأقصى ستدخل عبر مضيق هرمز. من سيتحكم مضيق هرمز؟ الإيرانيون سيقفلون مضيق هرمز. الأمور ليست بهذه البساطة. يعني اليوم تقول لي الآن يحدث 50 غارة ومئة غارة في بلدة صغيرة مزرعة هي المحمودية، لا يعني يمكن أن نسارع ونقول وقعت الحرب. ليست الأمور بهذه البساطة، هناك إيقاع تجري عليه الأحداث، لكن نعم. هو تصعيد تدريجي دكتور يوسف، البعض يتخوف من أن نصل إلى نقطة أو إلى عملية تخرج الأمور عن نطاق السيطرة. أنا معك، والدليل أنه اليوم نحن بعد سنة الأمور ليست كما كانت. كنا نحن قبل سنة خلال عملية محدودة 3 كيلومتر، صحيح. اليوم أكثر من 20-30-40 كيلومتر. ولكن أنت لاحظ أنه كل يعني فترة نشهد تصعيداً لأيام ثم تعود الأمور. يعني هذا التصعيد الذي نشهده نحن منذ أيام معدودة 3 أو 4، نظير هذا التصعيد شهدناه حوالي 5 أو 6 مرات خلال السنة المنصرمة. لا يمكن أن نؤسس عليه ونقول نحن ذاهبون إلى حرب. وأنا رغم كل هذا الكلام أنا يعني لست مطمئن، يعني هذا الاطمئنان في الحرب لا يمكن أن يعني طبعاً هو أنت تعلم يعني اليوم أنت في نهاية حرب، لم تصل لهذه الحرب التي أنت تشير إليها. في الحرب لا يمكن يعني الجنود أن يناموا مطمئنين، كل شيء متوقع. لكن أنا أقرأ في السياسة حتى الآن تغيرت قواعد الاشتباك ولكن لم تصل إلى مرحلة الحرب بما تعنيه. بس بتوافق أنه التهويل الإسرائيلي هو وصل إلى أقصى مداه خلال هاليومين الماضيين؟ قد تهول، يعني أعطيك مثال، اليوم الإسرائيلي وضمن أي سياق جدار السط، صحيح كان جدار قوي جدا، كان أول مرة يضرب الإسرائيلي يطلق هذا الصوت، أليس كذلك؟ والطائرات الحربية كانت على وكانت على علو منخفض جدا فوق بيروت وتزامنت مع خطب الصيد. أنت أجابت، يعني هو التهويل بكل ما للكلمة من معنى. لماذا الآن الطائرات الحربية فوق بيروت على علو منخفض ربما هي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، ولماذا لم
تكن هذه الطائرات في الأجواء اللبنانية مثلا قبل ساعة أو ساعتين أو بلنا، واضح يعني لها علاقة تشويش تهويل تخويف ليس إلا. نعم، حكينا عن التضامن الوطني، كيف شفت هالتضامن؟ أهدي أهميته؟ هل المقاومة مرتاحة إلى ما شهدته من ردة فعل شعبية بعد كل ما جرى؟ أنا شخصيا من موقعي كباحث في السياسة أرفع القبعة لي، يعني أنا ضد هذه الكلمة الشركاء الوطني. شو هذا العيش المشترك؟ عيش واحد، هناك عائلة لبنانية كأي عائلة بالمعنى اللغوي للكلمة، فيها أفراد فيها إخوة كل له رأي سياسي يختلف عن الآخر، ما الظاهر يعني هناك عائلة، وحتى في العائلة الواحدة أو في الضيعة الواحدة نجدهم يختلفون في الآراء السياسية وحتى في الآراء الفكرية يا أخي، وحتى مذهبيا يختلفون، ما الظاهر. ولكن ما شهدناه اليوم وأمس من تضامن يعني أظهر الصورة الحضارية لهذا الوطن الذي نعتز أن ننتسب إليه واسمه لبنان. أما يعني تقول لي قرأت على هذا الموقع في التواصل أو على هذه الصفحة في التواصل، هؤلاء فاقدو الإنسانية، لا يمثلون أي مشرب فكري، لا يمثلون أي مشرب روحي، إنهم يمثلون أنفسهم، هم عديمو الإنسانية وفاقدو الإنسانية، يمثلون أنفسهم. وقد تجدهم هؤلاء في طوائف أعتذر يعني وأنا أتحدث في هذا المجال، يمثلون طوائف أو عائلات روحية شتى، أو عفوا موجودين في عائلات روحية شتى. دكتور يوسف، خصوم حزب الله يقولون أن ما جرى في اليومين الماضيين مؤشر على تفوق العدو الإسرائيلي، فإذا لماذا حزب الله يدخل في مواجهة يصفونها بالخاسرة؟ كيف ترد على هذا الكلام؟ الإسرائيلي متفوق تكنولوجيا، أنا أقول لك، قلت لك في سياق الحديث، كل تكنولوجيا العالم الغربي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية هي في تصرف الكيان الإسرائيلي الذي تقول لي هل أمريكا مع خبر فيما فعله كلها، وقيادة المقاومة هي تعترف بذلك، ولكن هذا لا ليس مبررا أو سبب لي يعني تتجرد المقاومة من إنسانيتها. أعود وأقول لك، المقاومة منذ اللحظة الأولى لم تذهب إلى حرب، يعني تحاول أن تنصر قدر المستطاع. أنا حتى جبهة الإسناد معارضينا، مش هم فينا. أنا طيب أعطيك مثال، أنت إذا رأيت إنسان نظير لك في الخلق، إنسان بغض النظر إلى توجهاته السياسية والفكرية والفلسفية، رأيته يتعرض للجلد وأنت تستطيع أن تقدم شيئا، هل تقف مكتوب في الأيدي أم تتحرك إنسانيتك؟ هل تقول أنا لا؟ مباشرة تذهب تفعل أي شيء. المقاومة تحركت إنسانيتها وذهبت، وهي لم تقل أنا أريد أن أشعل حرب شاملة، هذا من جهة. من جهة ثانية، إذا كان الإسرائيلي هو متفوق تكنولوجيا، وهو نعم متفوق تكنولوجيا، لكنه في الميدان ليس هو المتفوق، بدليل أنه منذ سنة وهو يصرخ أريد أن أغير الواقع في الشمال عندهم، يعني يرسل المبعوثين دوما، يعني هوكشتاين ينقل رسائل لمن؟ هل يريد هو يقول أنا آتيكم والله أنا لا أنام الليل أخاف على الشعب اللبناني؟ لا، هو يأتي إلى لبنان ويحمل هم الكيان الإسرائيلي. لو كان الكيان الإسرائيلي مرتاحا لما جاء هوكشتاين في كل مرة، في كل مرة لاحظ يصعد الإسرائيلي يأتي هوكشتاين ليهدد ويرغب، وإذا لم طيب وماذا فعل هذا؟ هل تغير شيء على الواقع؟ لم يتغير شيء على الإطلاق. يمكن إذا بقيت الأمور في غزة، أنا أؤكد لك ستبقى الأمور سنة أخرى والواقع كما هو سيبقى في جنوب لبنان، لا حل إلا بأن ينزل الإسرائيلي عن الشجرة ويوقف هذه المجزرة في غزة. بالحديث عن غزة دكتور يوسف، إلى أين وصلت الأمور الميدانية في غزة؟ هل المقاومة شو الوضع المقاومة الآن؟ هل هي بموضع قوة؟ هل تعاني من ضعف؟ بحسب معلوماتك وتحليلاتك أين هي المقاومة الفلسطينية الآن بعد كل ما جرى؟ الإسرائيلي كما بات معلوما لم يستطع أن يحقق أي شيء في غزة، استطاع أن يقتل الأبرياء، أن يرتكب المجازر بحق النساء والأطفال، ويهدم غزة
ولكن المقاومة ما زالت باقية. تأثرت المقاومة، نعم تأثرت المقاومة، حتى الجيش الصهيوني تأثر وخسر، أنت أمام معركة، ولكن حتى الآن المقاومة كل يوم تقتل الجنود والضباط الإسرائيليين، وكل يوم تنطلق منها الصواريخ رغم كل شيء. والمعلومات المؤكدة أن المقاومة الفلسطينية، حركة حماس وحركة الجهاد وفصائل الجبهة الشعبية، كل الفصائل هي تصنع أسلحة، أنا لا أقول يعني تصنع لك تصنع صواريخ ثقيلة، الأنفاق التي هم فيها يصنعون. ورأينا أو قرأنا أول أمس رسالة قائد حماس يحيى السنوار، وهو يقول نحن بخير، وأرسل رسالة إلى السيد حسن أولاً والسيد الحوثي، السيد عبد الملك الحوثي، نحن بخير. المقاومة ما زالت، والإسرائيلي هو الذي يستنزف، لم يستطيع أن يحقق شيئاً. أنا أتصور بأن هذا الإسرائيلي الواقع في هذه اللحول منذ سنة، لا أعتقد أن جنديه الإسرائيلي هو مؤهل ليخوض حرب. لا تنسى لو سمحت لي، أعطيني دقيقة واحدة. تفضل. الكثير، غزة تضاريسها جغرافيتها سهل. 300، أنا قلتها مراراً يعني بكل إطلالاتي، 360 كيلومتر، أليس كذلك؟ وهي مستطيل، راحل مستطيل، طولها 41 كيلومتر بالتحديد، عرضها 5 كيلومتر، في بعض الأماكن بالشمال 12 كيلومتر، أرض كلها منبسطة، وعجز الإسرائيلي أن يحسب. طيب ما بالك في جنوب لبنان، 2000 كيلومتر جنوب لبنان، أنا أتحدث جنوب لبنان وليس أكثر، جنوب لبنان 2000 كيلومتر، طبيعته ليس الساحلية، مطل على البحر، تضاريس، وديان، جبال، غير ذلك. والمقاومة في جنوب لبنان أقوى بكثير من المقاومة في غزة. نحن أمام توازن رعب، الإسرائيلي متفوق تكنولوجيا، نعم متفوق في الجو، يغتال، يغدر، كل تقنيات العالم معه، على الأرض الإسرائيلي فاشل. هو يعلم إذا نشبت حرب كل المستوطنات، يعني اليوم أنا لفتني في كلام الأمين العام لحزب الله أنه إذا كان الإسرائيلي إبان احتلال الجنوب كانت المقاومة تقاتل على أرض الجنوب. اليوم أي حرب، والآن حتى في هذه الحرب اللي هي ليست حرب، الصواريخ تسقط في شمال فلسطين المحتلة، فما بالك إذا تطورت الأمور وذهبت إلى حرب كبيرة. الصهيوني اليوم الذي هو يعني هجر حوالي 100,000 من مستوطنيه، كيف سيكون الحال إذا اندلعت حرب شاملة؟ هل سيبقى 100,000 مهجرين أم سيزداد العدد؟ لكن المقاومة الفلسطينية بعد كل هذه حصرنا سنة على المعركة، عندها قدرة على أن تستمر لبعد أشهر طويلة؟ يعني هل هناك أصلاً أفق لهذا العدوان الإسرائيلي برأيك دكتور يوسف؟ أم أن المعركة ستطول؟ حتى الآن للأسف، طالما أن الأمريكي لم يعطي الضوء الأخضر، اللي هي المسألة مش نتنياهو، بدي أقول لك لنتنياهو، لإسرائيل أن يوقف هذه الحرب، فالحرب دونها أيام طويلة جدا. هل تستطيع المقاومة أن تصمد؟ أنا برأيي لو كانت المقاومة في وضع لا يحسد عليه، أو في وضع يرثى له بعيدا، أعتقد أنه لكنا يعني وصلتنا إشارات معدودة، ولكانت يعني اتخذت مواقف إذا شئت استسلامية أنا أسميها، حتى ولكن حتى الآن الجندي نرى يعني يوميا أن يبدو أن المقاومة في غزة، إذا تابعنا الأمور بيوميات الأحداث، كأنها بدأت تتعايش، يعني تنقل لنا الله في الصور كيف تنقل لنا أنه عملية يستشهد مثلا عشراتها وليس 2 و3، وبعد دقائق نرى المواطنون الغزيون يذهبون ويروحون ويجيئون بشكل عادي. طبعا الأمور أنا لا أقل من أسويتها يعني، ولكن بالنهاية أنه هذه الحرب وقعت، رعلوا أنه المقاومة في غزة أرادت أن تفعل شيئا لتخفف بعض المعاناة الذي يعني. هل يمكنها أن توافق على المقترح الإسرائيلي الأخير الذي يتضمن بخروج يحيى السنوار وقيادات حماس إلى خارج قطاع غزة مقابل تسليم جميع الأسرى؟ أنا أشك في أول قبل أن أشك في المقاومة، أنا أشك في إنه الإسرائيل، والدليل أنه كل المقترحات التي سوق لها الأمريكي، انتبه، كلها
وافقت عليها المقاومة الفلسطينية، ماذا كانت النتيجة؟ كلما وافقت حركة المقاومة في فلسطين رأينا الإسرائيلي يتشدد. أعتقد أنه هذا المقترح بغض النظر، يعني أنا أعطيك رأيي لأنه هم أهل الميدان يعني أدرى، وأتصور أن المقاومة في لبنان كانت مرنة. قال وقت الأمين العام لحزب الله عندما قال ما توافق عليه المقاومة الفلسطينية نوافق عليه، أنا أتصور حتى الآن ليس هناك مقترح جدي، لا أقول الإسرائيلي، من قبل الأمريكي. هل الانتخابات الأمريكية يمكن أن تساهم في يعني يكون لها دور في هذه في العدوان الإسرائيلي؟ يعني إذا حدا وصل ترامب أو هاريس، هل يمكن أن يؤثر في توقيت هذا العدوان؟ الأمور ستبقى على ما هي عليه بانتظار الانتخابات، بانتظار الانتخابات الأمريكية، وإذا لم يتغير شيء في المشهد السياسي للأسف الأمور باقية عليه بغض النظر من هو الرئيس القادم. يعني إذا وصل ترامب العتيدة. مش هيكون شوي الوضع مختلف إذا ما وصلت كاميلا هاريس برأيك؟ أنا برأيي يعني كاميلا هاريس يعني هي بايدن. طب ما هو كان بايدن، هلأ شو عمل؟ شو عمل؟ هل ضغط على الإسرائيلي؟ أحدهم يقول لك، بعضهم يقول لا، ما أنه هو نتنياهو يضغط على خيال نتنياهو. في لحظة واحدة يستطيع الأمريكي يوم واحد يوقف الأسلحة، من الذي يمنعه؟ من الذي يمنعه؟ يوم واحد يوقف الأسلحة وشحنات الأسلحة ليه الإسرائيلي تتوقف الحرب في غزة؟ الأمريكي الآن لا يريد أن تنتهي، لأنه أي انتهاء لهذه المعركة اليوم معنى ذلك سيخرج الغزيون ويرفعون راية النصر. الأمريكيون يعرفون ذلك، لا يقبلون، ولكن في آن الأمريكيون لا يسمحون أن تتدحرج الأمور، لهذا الأمور باقية على ما هي عليه. أستاذ يوسف، يعني بسؤالنا الأخير، المقاومة ما مصيرها برأيك بعد كل هذه المواجهات؟ المحور أم لبنان؟ المحور، محور المقاومة في لبنان، في فلسطين، هل هي هل ستنتصر المقاومة برأيك؟ وبعيدا عن العاطفة، المقاومة لا خيار لها إلا أن تنتصر. يعني إسرائيل عم تقول أنا بحرب وجودي، هل برأيك محور المقاومة اليوم بحرب وجودي؟ أنا جوابي يعبر، قلت لك المقاومة لا خيار لها إلا أن تنتصر، قدرها الصمود. هذه المعركة، أنا يعني سأختم بأمور ربما سأفاجئ المشاهدين. أنا ربما أعتقد أن المقاومة في لبنان لم تكن هذه المعركة على توقيتها. توقيت هذه المعركة كان مفاجئ. نعم، توقيت هذه المعركة حددته حركة حماس التي فاجأت المحور وانفردت. بل لعلي سأقول لك أكثر من ذلك، أنا قلته في جلسة خاصة أقوله اليوم، أنا أتحمل مسؤوليته. حتى حركة حماس فاجأت حركة حماس. ماذا أقصد بهذا الكلام؟ قطاع غزة. نعم، حركة حماس في غزة فاجأت بعض الحمسويين في قطر، هذه معلومة. طيب، أما وقد حصلت هذه المعركة وآنذاك قال السيد حسن نصر الله نحن كغيرنا من المراقبين استيقظنا في اليوم السبت آنذاك بسبب وسمعنا من الأفضل وأردنا أن يعني نقدم شيئا. يعني هذه المعركة هي، نعم، المقاومة كلها اليوم تقاتل حسب توقيت حركة حماس. أما وأن هذه المقاومة، هذه العملية، عملية طوفان الأقصى، ما بدي أقول باللبناني كانت إيدها مالحة، المقاومة نجحت فيها، هي لم تتوقع يعني أن تأسر هذا العدد الكبير وأن تقتل هذا العدد الكبير، لم تتوقع ذلك، وحدث ما حدث، وكانت ردة الفعل الصهيونية بهذا الحجم الكبير التي أنا بدت أشك يعني هل هذه ردة فعل على عملية طوفان الأقصى أم أنه كانت مبيتة. فالأمور وصلت إلى ما وصلت إليه، فبالتالي يعني هذا قدر الجميع. دكتور يوسف عزيمي الكاتب والمحلل السياسي، أنا بدي أشكرك على هذه المقابلة. مشاهدينا الكرام، نحن سنتوقف مع فاصل قصير ثم نعود بعده لمتابعة هذه التغطية.